قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء، سبط تفرع منه نسل المصطفى وضياؤه قد عم في الأرجاء، فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام وسيد الشفعاء. من حق طيبة أن تتيه على الورى بأنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حق طيبة أن تتيه على الورى بمقام خير الخلق طه المصطفى، ولمصر حق أن تتيه بدورها بأنوار الإمام الحسين وزينبه. ننتقل من مأدبة القرآن إلى مأدبة سيد ولد عدنان، والكلمة الآن مع الأستاذ الدكتور حسين عيد، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أنعم وأكرم وأعز وأغنى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح كتابه، الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه، الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده، الحمد لله الذي وفقنا لختم وحفظ كتابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا خيرته وعترته. يا خير من جمع الشمائل كلها، وقد استفاق الله بالقرآن، طابت بك الدنيا يا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما بلغ الهدى من رحمة وشريعة وبيان. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في البداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة كلية الشريعة والقانون بطنطا والمنظمة العالمية لخريج الأزهر بالغربية برئاسة أستاذنا ووالدنا وعالمنا الجليل ذلكم العالم الرباني والفقيه الزاهد فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقرن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا ورئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر بالغربية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، نتوجه بخالص الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة. الله أسأل أن يجعل هذا الصرح في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل هذه الجلسة الإيمانية النورانية المباركة في ميزان حسناتنا جميعا. الأمر الثاني، طبعا ما كان لي أن أتقدم على أستاذنا ووالدنا
وعلى فضيلة الدكتور والعالم الرباني الدكتور إيهاب والمشايخ الأجلاء، ولكن هذا هو تواضع سمة العلماء، فاسمحوا لي إن أنا بستأذنهم إن أنا اتقدمت عليهم في الكلمة، وده يدل على شيء بيدل على أدب وتواضع العلماء العارفين. طبعاً أنا مش قادر أوصف مدى سعادتي بهذا الصرح الشامخ وهذا البنيان. نحن نعلم جميعاً أن للمساجد عند الله عز وجل مكانة عظيمة ودرجة رفيعة. لماذا؟ لأنها خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. وقد أضافها المولى عز وجل إلى ذاته العلية تعظيما وتكريما لها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: المساجد بيوت الله في الأرض. نحن الآن ضيوف على الله عز وجل. المساجد بيوت الله عز وجل، فيها تتنزل الرحمات، هي مفاتيح الخيرات، فيها تتنزل الملائكة على عباد الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن الآن في جلسة إيمانية نورانية مباركة في روضة من رياض الجنة تحفنا الملائكة. المساجد يكفي زوارها وعمارها أنهم ضيوف الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذه البشارة لعمار المساجد لرواد المساجد. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. المساجد من يتصفح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أمر المسلمين بإعمار المساجد بالصلاة والذكر والدعاء، وكذلك بالبناء والتشييد والرعاية والاهتمام. أقول لكل من ساهم في هذا الصرح الشامخ هذه البشارة في الحديث المتفق عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. وأخرج الطبراني في المعجم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته، من ضمن السبعة من بنى لله مسجدا. أبشروا عباد الله، أنتم ضيوف الله، أنتم زوار الله، أنتم عمار المساجد، فهنيئا لكم هذه البشارات التي أخبرنا إياها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في النهاية نحن على أعتاب شهر مبارك، شهر رمضان، شهر المغفرة والعتق من النيران، شهر الرحمات والبركات، شهر القرآن. من حسن استقبال هذا الشهر أن نحرص كل الحرص على إعمار المساجد، على إعمار بيوت الله بمجالس الذكر، بمجالس الدعاء، بمجالس القرآن، بمجالس الفقه، بمجالس الحلال والحرام،
لأن ذلك كله من هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. من حسن استقبالنا لشهر رمضان أن نستقبله بما يقوي الأواصر والروابط، التكافل، التراحم، صلة الأرحام. أقول لكم جميعاً، علينا أن نقبل على الله عز وجل في هذه الأيام المباركات. أخرج الطبراني من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وفي الختام أتوجه إلى الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ مصرنا أمنا أمانا، سلما سلام، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها يا ربنا واحة للأمن والأمان. اللهم من أراد مصرنا خيرا فوفقه يا ربنا لما تحب وترضى، ومن أراد مصرنا شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق الراعي والرعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأشكركم جميعا على حسن الاستماع. ومرة تانية بتأسف لأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء إن أنا اتقدمت عليهم، وشكرا جميعا لكم.